أهلا بكم. في صنعاء تواصل سلطات الميليشيا سلسلة محاكمات تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة لسياستها بتهمة التعاون مع ما تسميه بالعدوان، وهذه المرة 36 من الناشطين والمواطنين عرضة لمحاكمة صورية ستنتهي بإصدار أحكام هدفها بث الرعب في المجتمع وإسكات جميع الأصوات. يأتي هذا التطور في حين خرج أنصار جماعة الحوثي في مظاهرة تطالب بفرض حالة الطوارئ ومواجهة ما تسميه الطابور الخامس، في تطور جديد على ذات المسار الذي دأبت عليه الميليشيا منذ أكثر من عامين. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: دلالة هذه التطورات وتأثيرها على سكان المناطق الخاضعة لسلطة الميليشيا، وكيف سيتم التعامل معها من قبل السلطة الشرعية والمجتمع الدولي. في الوقت الذي تزداد فيه حالة الناس سوءا في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، تعمل هذه السلطة على تكريس قبضتها على هذه المناطق بأشكال جديدة. محاكمة صورية ومطالبات من أنصار جماعة الحوثي بالالتفات إلى ما يسمونه طابورا خامسا، وتعني مواجهة المطالب الشعبية بتوفير ضروريات الحياة المنعدمة منذ أشهر وإسكات الأصوات المعترضة على إجراءات الميليشيا، وتستهدف بالدرجة الأولى حلفاء الجماعة من أنصار الرئيس المخلوع. على الجانب الاقتصادي، عمدت الميليشيا إلى التحايل على مطالب المواطنين والموظفين في مناطق سيطرتها من خلال توفير ما أسمته البطاقة السلعية، والتي تعني مزيدا من الفساد ونهب أموال المواطنين. قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفنا، نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. بعد أكثر من عامين على محاولة تركيع وتجويع اليمنيين من قبل ميليشيا الحوثي، تدخل اليمن اليوم مرحلة محاكم التفتيش بعد أيام قليلة من دعوة زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي أنصاره للوقوف صفا ضد معارض جماعته والبدء بفرض حالة طوارئ. تسعى الميليشيا التي فشلت في تحقيق إنجاز على الأرض في المناطق التي تحت سيطرتها على الأقل إلى بث الرعب والخوف في نفوس المواطنين وتنفيذ مئات الاختطافات وحالات الإخفاء القسري. وفي الوقت الذي تتصاعد فيه معاناة المواطنين وتنتشر بشكل متزايد حالات المجاعة في عدد من المناطق اليمنية، يقابل ذلك ارتفاع عدد حالات الثراء غير المشروع في أوساط مشرفي الميليشيا وقياداتها التي قررت احتكار النشاط التجاري والسياسي وابتكار طرق جديدة للإثراء، مثل كذبة تعويم سعر المشتقات النفطية ومصادرة مخزون البلاد النقدي لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي، وانتهاء بابتكار ما يسمى البطاقة التموينية التي تم وضعها كبديل على المرتبات المتوقفة منذ أكثر من 7 أشهر، وهو ما يمثل بابا إضافيا للفساد وتشديد قبضة الميليشيا على رقاب المواطنين. عادت الجماعة إلى معقلها الرئيس في ضاحية الجراف بالعاصمة صنعاء، ومن هناك خرجت مسيرة تطالب بفرض حالة الطوارئ والمضي قدما في ملاحقة ومضايقة خصوم الميليشيا، بما في ذلك الأصوات المطالبة بصرف مرتباتها تحت لافتة مواجهة الطابور الخامس. تزامنت تلك الفعالية مع البدء بمحاكمة 36 معتقلا ممن تم اختطافهم قبل أكثر من عام، ووجهت لهم تهم كيدية منها التعاون مع المقاومة والتخابر مع المملكة العربية السعودية من قبل محكمة أمن الدولة، وهي المحكمة التي أصدرت قبل أيام حكما بإعدام الصحفي يحيى الجبيحي بتهمة التخابر. حالة تضييق غير مسبوق يترافق معها انسداد تام في المسار السياسي، وهو ما يجعل من خلاص اليمنيين من الميليشيا مطلبا يحتاج لإعادة إنتاج حلول أكثر قابلية للتطبيق. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ بأول محاور هذه الحلقة: المعتقلين لدى الميليشيا والذين يخضعون لمحاكمات. للحديث حول الموضوع ينضم إلينا من صنعاء المتحدث باسم فريق الدفاع عن المعتقلين المحامي عبد المجيد صبرة. مرحبا بك سيد عبد المجيد. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك سيد عبد المجيد. قلتم في بيان لكم أنكم انسحبتم من جلسة المحاكمة اليوم على خلفية الاعتداء على أحد أفراد الفريق، حدثنا عن وقائع ما حدث اليوم في المحكمة. أولا منذ يعني من بداية الجلسات في هذه القضية، ونحن نطرح للمحكمة أنه لا يمكن أن تتحقق محاكمة عادلة ومنصفة لهؤلاء المعتقلين ما لم يتم الاعتماد على اصل البراءه. لابد ان يعني ان الاصل في الانسان هي البراءه، ويجب ان يعامل على هذا الاساس. لا يعني لا يجوز ان يشعر اثناء محاكمته
يعني بأي تصرف من قبل المحكمة أو من قبل الحاضرين أو من قبل وسائل الإعلام على أنه مذنب. يعني لابد أن يشعر أنه يحاكم على أساس أنه بريء، ومتى صدر حكم ذات في القضية يعني هذا له حكمه. وكنا لنا اعتراض على موضوع التصوير وعلى موضوع الإساءة وسائل الإعلام عندما تنشر ودائع الجلسات بصورة محرفة وغير مهنية. وبالنسبة ليومنا هذا فمنذ دخلنا إلى قاعة الجلسات نعم. يعني منعنا من الحديث مع موكلينا، يعني بداية منعنا من الحديث مع أنه حق دستوري ومن حق المحامي أن ينفرد بموكله ويكلمه على انفراد ويناقش معه التهم التي وجهت له وخطة الدفاع عنها، وهو حق يعني لا يتحقق الدفاع أو حق الدفاع المكفول لهذا الشخص إلا في متى استطاع أنه ينفرد مع محامي. نعم. وكان الجنود المتواجدين يمنعونا من هذا. وحتى لما دخلوا قالوا شرحنا له قال يعني ممكن ان تنفردوا بينهم في يعني في السجن. قلنا له يعني الامن السياسي لا يستطيع اي شخص ان يصل اليهم، يعني لا يستطيع ان يلتقي بهم حتى لو اصدرت المحكمه قرارات، وهناك قرارات معنا في قضايا سابقه لم نتمكن من زيارتهم يعني او اللقاء بهم. ثم بدات المحكمه في يعني تلاوه يعني بقيه قائمه الادله، وكان هناك حضور لوسائل الاعلام من اتجاه اخر، وبداوا يصور المتهمين فرد فرد رغم اعتراضنا على هذه الاشياء. ثم بدات يعني وكان هناك مشادات وتوجيه كلام يعني غير لائق لنا عملاء مرتزقه او اوقاد. نعم. وحاولنا ان نفهم المحكمه ان تثبت هذه الاشياء في المحضر لكنه لم يتم ذلك. وعند محاولتها استعراض يعني ما جاء من جهات الضبط او من الامن السياسي حول الفيديوهات والتصوير لهؤلاء اعترفنا وقلنا لابد انه هذا يعني ان يرد عليها المحامي بعد ان يستلم نسخه منه، لانه هناك دفوع قانونيه قد تمنع المحكمه اصلا من الاستماع لهذه الاشياء لانها اصلا غير قانونيه ومخالفه لمبدا المشروعيه الاجرائيه. ثم يعني حدث هناك مراسلات وتفاجئنا انه تم الاعتداء على بعض الزملاء يعني لسبب يعني بسيط لا يعد، فقررنا الخروج من الجلسه اعتراضا على الاجراءات التي تمت من بدايه الجلسه. يعني كانت الاعتداء على الزميل عصام الرضواني كانت هي نهايه المطاف يعني عند خروجنا من الجلسه. نعم. وهل اكملت الجلسه؟ بعد ان تم خروجنا تم حاولت المحكمه ان تستمر في مواجهه او في استعراض هذه الصور، لكن المعتقلين رفضوا التجاوب مع المحكمه الا بعد عوده المحامين حقهم. ثم قررت المحكمه تاجيل الجلسه الى بعد الاجازه الجمعيه. نعم. ما هي التهم التي يوجهها هؤلاء للمختطفين؟ ما هي التهم الموجهة إليهم لتتم عقد هذه الجلسات؟ طبعا هم وجهوا يعني التهمة يعني المنطقة العريضة للتهمة يعني المقدمة حقها أنهم الاشتراك في عصابات مسلحة. يعني بالرغم أنه يعني لما حضرنا مع متحد بعض مع البعض منهم في النيابة ولما حتى التقينا مع أقاربهم يعني لا توجد اي معرفه سابقه بينهم بين هؤلاء المسجلين 36 العصابات المسلحه المفترض هناك عصابه لها قائد ولهم يعني علاقاتهم ببعض وكذا، لكن هؤلاء معظمهم يعني ليس لهم يعني لم يعني يعرفوا بعض الا لما مثلوا امام المحكمه يعني. سيد عبد المجيد، إذا ما تحدثنا قبل الحديث عن عدالة المحاكمة، ماذا عن قانونيتها من الأساس؟ بالنسبه للقانونيه نحن يعني كان هناك اصلا لانه هذه تعتبر محكمه امن الدوله، لكن يعني تم الطعن بعدم دستوريتها، لكن هو تم رفض هذا الطعن مع انه يعني عدم القانونيه يعني هو يتضح يعني انه هو من خلال يعني وقائع الجلسات ومن خلال يعني الاعتقالات السابقه والاخفاء القسري انه يعني المحاكمه من حيث الاساس من يعني لو كان هناك يعني قضاء منصف انه لا يتم محاكمتهم لانه اشخاص يعني تم اخفائهم قسرا لفترات لتناول اكثر من سنه ولثمانيه اشهر، فيعني لا يعني من العدل والانصاف ان لا يتم محاكمه هؤلاء بل يتم تعويضهم عن فتره الاخفاء القسري هذه. نعم. سيد عبد المجيد، هل تلقيتم شكاوى من المعتقلين الذين تترافعون عنهم عن معامله غير قانونيه يتلقونها او تعذيب في السجون؟ كيف هو وضعهم الصحي والقانوني في هذه السجون؟ طبعا يعني بالنسبه للشكاوى هم يعني لا زالوا الى الان رغم انهم امام المحاكمه
يعني ممنوعين من زياره اقاربهم يعني الكثير منهم او معظمهم، ويعني ممنوعين ايضا من الالتقاء بمحاميهم والانفراد بهم. تعتبر هذه كلها يعني اساءه في معاملتهم، ولا تحقق لهم محاكمه عادله ومنصفه. ويعني ايضا بالنسبه لموضوع الصحه والعلاج، فيشكون انها معظم المعتقلين ليس هؤلاء، وقد تقدمنا بعد من الصحه والنيابه ومخاطبه للجهاز الامن السياسي، ولا يتم التجاوب بالشكل المطلوب معهم. يعني وان كان هناك تجاوب بسيط، لكنه ليس المطلوب اصلا، لانه الامن السياسي من حيث المبدا ومن حيث قرار انشائه هو جهاز مخابرات تابع لرئاسه الجمهوريه، ليس منشاه عقابيه معده ان تكون يعني سجنا لها او لغيرهم اصلا. نعم سيد عبد المجيد، انتم المحامون المترافعون عن هؤلاء المعتقلين، ماذا بالنسبه لوضعكم؟ هل تلقيتم اي ضمانات لعدم تعرضكم لاي اداء او مضايقات؟ الضمانات من ستكون يعني اذا كانت يعني من اي جهه، سواء في الداخل او الخارج، من هيئه المحكمه، من المحكمه؟ يعني تقول لهم يعني بالنسبه للمحكمه هي يعني في الفتره هذا الكلام انه هؤلاء يعني يؤدوا واجبهم، لكن لا تستطيع المحكمه ان تضمننا يعني خارج الجلسات، بالرغم انه يعني حصل اليوم في قاعه الجلسه انه يعني بعض محامو الادعاء الخاص ينعسون يعني بالمرتزقه والعملاء والاوغاد، ويعني وحاولنا ان نقول ان اقترحنا للمحكمه ان تثبت هذا في محضر الجلسه وتنصفنا هذه الاشياء، لكن لم يتم الاستجابه معنا. نعم، نتمنى لكم السلامه سيد عبد المجيد صبرا، المحامي المتحدث باسم فريق الدفاع عن المعتقلين لدى الميليشيا في صنعاء. شكرا جزيلا لك، حدثتنا من صنعاء. اذا الان مشاهدينا الكرام ينضم الينا من لندن المحلل السياسي الدكتور محمد جميح. مرحبا بك دكتور محمد. اهلا وسهلا. دكتور محمد، تدشن سلطات الميليشيا في صنعاء ما يبدو انه مرحلة جديدة من تكريس سلطتها المنفردة من خلال القمع المكثف على معارضيها وإصدار الأحكام بحقهم وإطلاق عليهم بعض التسميات، ما دلالات هذه الخطوة برأيك؟ أنا أعتقد أنها دلالات يأس أكثر من كونها علامات قوة. يعني الوضع الاقتصادي، الوضع العسكري، الوضع الأمني والاجتماعي في المناطق التي تسيطر عليها هذه الجماعة إلى انهيار. واليوم طبعا نتابع جميعا معارك الساحل والقوات الحكومية تطوق معسكر خالد وهو ثالث أكبر قاعدة عسكرية في البلاد. على وقع هذه الهزائم المتلاحقة التي اعترفوا بها أخيرا، يمكن أن نقيم الوضع النفسي لقادة هذه المجاميع ولمن يقفون وراء الانقلاب. هم بعد أن دفعوا إلى بعد أن أصيبوا بهذه الانتكاسات يريدون أن يعوضوا للجمهور في الداخل، أقصد الجمهور الذي يتبعهم، أن يعوضوا روحيا وإعلاميا ودعائيا ومعنويا من أجل رفع الروح المعنوية للمقاتلين كذلك بمثل هذه المسرحيات التي تحصل، سواء بإخراج المظاهرات المطالبة بفرض قانون الطوارئ، وهي للعلم يعني هي المرة الأولى ربما في التاريخ التي يخرج فيها شعب للمطالبة من سلطة حاكمة بأن تفرض عليه قانون الطوارئ. ذلك يذكرنا طبعا بالمظاهرات التي خرجت قبل ذلك في عدن المطالبة بتخفيض الرواتب، بما يعني أن هذه المظاهرات هي مفبركة ومسيرة من أجل أن تنفذ الإيجندة السياسية لهذه السلطة. إذا هذا لا يعد قوة. المحاكمات الصورية التي لا يعترف بها لا الإقليم ولا الشأن الوطني والسلطة الشرعية ولا العالم ولا الأمم المتحدة والمحاكم الدولية لا يمكن أن تعترف بها، لأنها قامت في ظل انقلاب واضح لا يمكن أن نعترف بذلك. وبالتالي هذه المحاكمات وهذه المظاهرات التي تصير في الشوارع هي جزء من الجوقة الإعلامية والدعائية التي يمكن أن تندرج تحتها أيضا الزوامل والمهاجل والأناشيد والشيلات التي يحاولون أن يبثوا من خلال الحماس في نفوس المقاتلين. نعم دكتور محمد، هذه المظاهر وهذه المظاهرات واستمرار إخراج الناس بالمسيرات والتحشيد، هل هو استعراض قوة أم إخافة الناس عندما رأوا الناس الآن يخرجون للمطالبة بحقوقهم، خرجوا عن دائرة الصمت، هل هي لاستعراض قوة للخارج والطرف الآخر، أم هي لإسكات هؤلاء من فتحوا أفواههم أخيرا في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتهم؟
أنا أعتقد أنها في مجملها أو في مجمل الرسائل التي تبع فيها هذه التكتيكات هي رسائل داخلية من أجل قمع المعارضين، من أجل إيصال إرهاب الناس ومن تسوي له نفسه أو يفكر مجرد تفكير بأن يخرج على سلطة الحوثيين وسلطات الانقلاب أن يراجع نفسه. أما بالنسبة للخارج فإن كان من رسائل الخارج فهي ربما تأتي من خلال المظاهرات التي نعرف أنها تمر بكثير من المعالجات الفنية من أجل تضخيم عددها وتوزيعها للخارج على أساس أنهم يحظون بشرعية شعبية وشعبية وشرعية برلمانية كذلك. لكن بالمجمل هم يمرون بمرحلة تأزم، يكفي أن المناطق التي يسيطرون عليها لن يسلموا مرتبات الناس منذ ما يقارب 7 شهور الآن. هذا الوضع الاقتصادي الضاغط وما يخيفهم وما يقلقهم، بالإضافة إلى أنهم يعرفون أن الشعب يعرف أنهم لا يربطون الحجارة على بطونهم. لو أن الناس لديهم ثقة بأنهم مع الحوثيين في خندق واحد وأن الحوثيين كذلك يعانون ويجوعون كما يجوع عامة الناس لربما صبر الناس. نعم. لكن الصورة هل نستطيع القول إذن دكتور محمد؟ إذن هل نستطيع القول دكتور محمد الآن أن صنعاء أصبحت الآن على مشارف مواجهة من أي نوع بين الحلفاء؟ طبعا ما حصل اليوم في شارع المطار يعني ربما كان توقيع مراسيم ولو بالأحرف الأولى مراسيم الطلاق. والمفارقة العجيبة أن القاعة التي شهدت حفلة العرس هي ذات القاعة التي تشهد اليوم حفلة الطلاق إنجاز التعبير المجازي. شارع المطار في 2014 هو الذي هو الشارع والمكان الذي شهد هذا العقد المزيف وهذا الزواج المؤقت بين الحليفين في الانقلاب، وهو اليوم يشهد بالأحرف الأولى هذا الطلاق، لأن المؤتمرين في أغلبهم لم يحضروا، والذين حضروا من قيادات صورية في المؤتمر الشعبي العام وهي أصلا قيادات مؤتمرية متحوثة وهي أصبحت عقائديا وفكريا وأيديولوجيا منتمية للحوثيين وبالتالي لا تمثل المؤتمر، إنما كبار قيادات المؤتمر الشعبي العام لم تحضر، وبالتالي لأن المؤتمر يعارض فرض قانون الطوارئ هذا موقف مبدئي، ولأن القانون كما قال المؤتمريون اليوم سيعاني أو سيرفض إذا ما عرض على مجلس النواب، لأن المؤتمر الذي يملك الأغلبية في مجلس النواب وأيضا سيعاني أو سيرفض ولن يفرر من المجلس السياسي لأن المؤتمر الشعبي العام نصف حصة الأعضاء في هذا المجلس، وبالتالي نعم بالحديث عن المؤتمر دكتور محمد نعم دكتور محمد عفوا على المقاطعة، ولكن بالحديث عن المؤتمر هل يمتلك المؤتمر القرار؟ منذ عامين ونحن نسمع عن انتهاكات تمارس بحق المؤتمريين من قبل حليفهم، ولكن لم نرى لهم أي تحرك لمواجهة ذلك. هل يمتلك القرار فعلا في هذا الحلف؟ يبدو أن قيادة المؤتمر الشعبي العام أرادت أن تورط لكنها وقعت في الفخ الذي نصبته للآخرين، وهي اليوم في الورطة يريد أن تعالج هذه الورطة وأن تخرج منها بأقل قدر من الخسائر. ونحن نعرف أن الوضع بالنسبة للمؤتمرين صعب، هم كل يوم ترفع تقارير لرئيس المؤتمر الشعبي العام الرئيس على الأقل المعترف به داخليا علي عبد الصالح رئيس السابق ترفع له تقارير من المؤتمرين في صنعاء بعشرات ومئات المخالفات التي تحصل وانتهاكات تحصل على المؤتمرين، لكنه هو الذي لحد هذه اللحظة يصبر المؤتمرين ويضغط من أجل عدم انفضاض هذا الحلف لأنه مستفيد من هذا الحلف. غالبية المؤتمرين غير مستفيدين، وبالتالي المؤتمر يخسر كل يوم ويخسر كل ساعة من استمرار هذا الحلف. نعم دكتور، إذا تحدثنا عن الناس المعزولين في هذه الأماكن التي الخاضعة لسيطرة الميليشيا، من يتحمل مسؤولية البشر هناك؟ هم بالأخير ضحايا، كيف يمكن إقناع العالم بأن عصابة ميليشياوية تحتجز أكثر من 60% من سكان اليمن؟ أين دور الحكومة الشرعية هنا؟ كيف يمكن لها تقديم يد العون لهؤلاء، تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية حقوقية تجاه هؤلاء البشر لكي تثبت الفرق بين الدولة وبين الحكومة وبين الميليشيا؟
أنا أعتقد أن الحكومة مطلوب منها أن تصرف مرتبات حتى في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، لأن هؤلاء موظفو الدولة، وبالتالي مهما كان الوضع في داخل المناطق التي يسيطر. نعم، إذن دكتور محمد جميح كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، الآن ينضم إلينا من صنعاء نقيب الصحفيين الأسبق الأستاذ عبد الباري طاهر. مرحبا بك سيد طاهر. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ عبد الباري. إلى أين تتجه الأوضاع في صنعاء في ظل هذه التطورات الأخيرة وإجراءات سلطة الميليشيا؟ إلى أين تذهب صنعاء وتحالف الميليشيا والمخلوع صالح؟ صنعاء تعيش يعني وضع كارثي كاليمن كلها، اليمن كلها الآن تعيش وضع الكارثة. وصنعاء طبعا كل الفئات، كل الشرائح، كل أبناء الشعب اليمني يعيشون الكارثة، حرب داخلية، عدوان خارجي، خسار أيضا، مطبق خسار داخلي بين كل مدينة ومدينة وقرية وقرية، وحصار أيضا خارجي الآن. فما يحصل في اليمن هو كارثة بكل المقاييس. وللأسف الشديد إحساس الحاكمين بمعاناة اليمنيين، بمعاناة الشعب اليمني، بما يحصل بالقتلى شعب الآن، الجوعى يقتربون من 20 مليون، يعني أكثر من ثلثي السكان. المهجرين 3 ملايين، أكثر من 3 ملايين، القتلى عشرات الآلاف ومئات، المعاقين، يعني وضع كارثي بكل المقاييس يعني للأسف الشديد. وليس هناك أي توجه لمعالجة هذه الأوضاع أو حل المشكلة. توجه من قبل من يتحمل مسؤولية كما قلت حل هذه المشكلة ومعالجتها؟ يعني طبعا الحل مسؤولية الشعب اليمني ككل، ومسؤولية المسؤولين، مسؤولية سلطة الأمر الواقع، مسؤولية أيضا الحكومة الشرعية التي تلقى دعم وتأييد واعتراف عربي ودولي. هذه مسؤولية بالفعل، لابد أن يكون في هناك حل، لأن هذه الحرب لا يمكن يا أختي تستمر إلى الأبد، فلابد من التفكير في حلول. والتفكير بحلول تتعلق باليمنيين أولا، وبالمجتمع وبالمحيط الإقليمي وبالمجتمع الدولي أيضا. نعم، هل ما زال سيد عبد الباري الحديث عن حل سياسي متاح في ظل هذه التطورات في الوضع السياسي في البلد؟ الآن الطرف أحد أطراف الصراع في اليمن يتخذ إجراءات سقفها الإعدام ضد الأصوات المعارضة ولتوجهات سلطة الميليشيا. في نهاية المطاف لابد من حل سياسي، حل سياسي. هناك مرجعيات يعني إقليمية، هناك مبادرة التعاون الخليجي، هناك مخرجات الحوار، هناك قرارات دولية، فلابد في نهاية المطاف لابد من حل سياسي، وهنالك مرجعيات وهنالك دول ترغب في أن يحدث حل سياسي، ولكن المعطيات على الأرض، المؤشرات، هل تنبئ أن لدى هذه الأطراف خاصة طرف الانقلاب الرغبة الحقيقية في إيجاد حل سياسي وخروج البلد من هذه الأزمة؟ لابد من التفكير في حل. اليمن مش لأول مرة تتحارب، يا طالما تحاربوا اليمنيين في نهاية المطاف يقولوا إذا احتربت يوما فسالت دماؤها، تذكرت القربة فسالت دموعها. لابد من حل، لأنها يا بنتي العزيزة بلد تدمر بالحرب الخارجية، وتدمر أيضا بالحرب الداخلية، وهذه ليس لها من حل ولا أفق لحل عسكري لأي طرف من الأطراف. فلابد من الاحتكام إلى حل سياسي يوفر قدر من الضمانات، قدر من العدالة، قدر من عدالة انتقالية، ويتوافق اليمنيين على حل سياسي، لأن بدون الحل السياسي ستستمر الحرب. نعم سيد عبد الباري، ولكن الواقع تقول أن من يرفض الحل السياسي هم طرف الانقلاب، وذلك بحسب حديث المبعوث الأممي أنهم دائما ما يرفضون جميع الاتفاقيات وجميع مبادرات الحل التي قدمت. لو تحدثنا عن الإجراءات الآن التي تقام في حق الصحفيين ومعارضي الرأي للميليشيا، كيف يمكن الوقوف
إلى جانب المختطفين والمخفيين والآن من يحاكمون ومن يصدر في حقهم أحكام شديدة وصلت حد الإعدام، كيف يمكن من التخفيف من معاناة المواطنين الآن في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين؟ هذا هو السؤال الأهم، كيف ممكن التخفيف من معاناة الناس؟ كيف ممكن إطلاق المخفيين قسريا والذين يحاكمون جزاف وأحكام الإعدام الذي تصدر بأي أدنى مقاييس لعدالة في محاكمة؟ فيعني كيف نفكر؟ إذا يفكر الناس لا بد من ضغط. للأسف الشديد الإرادة الوطنية الداخلية ضعفت وأصبح الطرف الإقليمي والصراع الإقليمي هو الأقوى، فلا بد من ضغط دولي وضغط مجتمعي يعني إرغام إيران والسعودية والتحالف القائم على حل المشكلة في اليمن، وهؤلاء الآن يمتلكون أكثر نسبة من أوراق اللعبة. أما الأطراف الداخلية فأصبحت للأسف الشديد تشتغل في الحرب يعني شغل مياوم يومي، فلا بد من ضغط دولي على هذه الأطراف لحل المسألة وحل سياسي وحل يحقق العدل والسلام بكل الأطراف بدون استثناء. وأما معاناة الصحفيين الآن هناك 18 صحفي مخفين قسريا ويقدمون الآن للمحاكمات، وإذا قدموا للمحاكمة فلن يكون حظهم أو نصيبهم من المحاكمة أفضل مما حصل ليحيى عبد الرقيب الجبيعي. فالأوضاع يعني بالفعل كارثية بكل المقاييس، ولا بد من الاحتكام إلى منطق وإلى عقل بعيد عن السلاح وأحكام السلاح. نعم، إذن نقيب الصحفيين السابق الأستاذ عبد الباري طاهر كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعدني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من صنعاء المتحدث باسم فريق الدفاع عن المعتقلين المحامي عبد المجيد صبرة، وكان معي أيضا من لندن المحلل السياسي الدكتور محمد جميح، ونقيب الصحفيين الأسبق الأستاذ عبد الباري طاهر الذي كان معي أيضا من صنعاء. شكرا على حسن المتابعة، هذه تحياتي أنا أمل علي وهي لكم من زميلي من الإعداد كمال حيدرة، ألقاكم على خير.